والآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع ليلى عمر. تفضلي ليلى. شكرا إلهام وإيمان، ونتابع أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. تسلمت مصر رئاسة الدورة القادمة لمنتدى غاز شرق المتوسط خلال عام 2023 من قبرص، التي تترأس النسخة الحالية للمنظمة هذا العام. جاء ذلك خلال استضافة القاهرة للاجتماع الثامن لوزراء المنظمة، والذي شهد مناقشة الانتقال العادل نحو الطاقة الخضراء، كذلك اتفاق الدول الأعضاء على استخراج احتياطي من الغاز الطبيعي خلال السنوات القادمة يقدر ب 122 تريليون قدم مكعب، تدعيما لأهمية المبادرة التي أطلقتها قمة المناخ كوب 27 بأهمية تقليل انبعاثات الكربون. يبقى الهدف بتاعنا الأساسي هو تأمين الإمدادات، وتأمين الإمدادات لبلادنا الأول، أسواقنا المحلية، ولما تبقى أسواقنا تبقى متشبعة بالغاز وعندها اكتفاء للسوق المحلي بتاعها نبتدي نصدر. ولذلك احنا بنقول ان في اكتشافات موجوده وفي مخزونات متوقعه وفي احتياطيات متوقعه. طيب ايه الهدف؟ الهدف ان احنا نتعاون مع بعض عشان نعجل من تنميه هذه الاكتشافات والاتيان بيها بسرعه، علشان نقدر بقى خلاص مثلا حققنا الكفاءة الذاتية في بلادنا نبتدي نزود بقى مواردنا بالتصدير، فيبقى من خلال هذا التعاون الإقليمي. احنا اشتركنا وساهمنا في تأسيس هذا المنتدى حتى نحافظ على حقوقنا المواردنا الطبيعية في فلسطين كأي دولة ثانية، ليست فقط من ناحية التعاون بين الدول، ولكن الحفاظ على مواردنا الطبيعية والسيطرة على هذه الموارد وحقنا في استخراجها والاستفادة منها. فهذا إذا لم يكن هذا هو أهم الأهداف التي شاركنا هذا المؤتمر من أجلها. شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب في وضع حجر الأساس لأول مصنع لإحدى الشركات العالمية في مجال الأجهزة المنزلية بمنطقة الشرق الأوسط، ويقام المصنع باستثمارات تقدر بقيمة 100 مليون دولار بمدينة العاشر من رمضان. وعقب وضع حجر الأساس أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة عن تقديره لبدء الخطوات التنفيذية لإقامة المصنع الجديد واختيار الشركة لمصر كوجهة استثمارية لتنفيذ مشروعها في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 120 ألف متر مربع، وما يمثله ذلك من أهمية في توطين صناعة الأجهزة المنزلية ووضع مصر كمركز إقليمي للتصدير إلى الدول المجاورة. اختتمت فعاليات مؤتمر يورو ماني مصر 2022 بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الاقتصاد، حيث ناقش الفرص الاستثمارية التي تسعى أجهزة الدولة لاستكشافها، فضلا عن الخطط التي تنفذها المؤسسات الحكومية لجذب المستثمرين. أحد أهم التجمعات الاقتصادية التي تعقد في الشرق الأوسط شهدتها القاهرة التي تحظى بزخم استثماري كبير، فعاليات يورو ماني مصر الذي يبحث هذا العام في الاستثمار في المرونة الاقتصادية والاستدامة بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والمصرفيين ومسؤول الشركات والكيانات الاقتصادية والاستثمارية الإقليمية والدولية. مصر زي ما بنقول هي قوة عظمى في الاقتصاد الأخضر، تمتلك كل المقومات اللازمة لأنها تنتج طاقة متجددة خضراء بتكلفة قليلة جدا، وده بيديها فرصة كويسة جدا انها تجتذب استثمارات خارجية سواء في التصنيع او انها تصدر الطاقة دي الى الخارج. الكثير من المحاور كانت على اجندة فعاليات المؤتمر، كان على رأسها مناقشة ما تم انجازه في العام الماضي من استثمارات وما ينتظر مصر خلال السنوات المقبلة، وهو ما يسهم في رسم صورة واضحة لخارطة الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة. المؤتمر ده بيركز على حاجة مهمة جدا، وهي أهمية الاستدامة في النمو للقطاعات والشركات بشكل عام
وبشكل خاص لما نيجي نبص على مصر. طبعا ان احنا طلعنا من كوب 27 حاجه من اهم الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها هو ان احنا ازاي نقدر نكبر شركاتنا بشكل مستدام، ازاي نقدر نوسع مجالات مختلفه، نقدر ان احنا نطلع بيها عمله صعبه لمصر، مش بس التركيز على قطاع السياحه، او ان احنا ازاي ان احنا نقدر نوسع قدراتنا على سبيل المثال ان احنا نقدر ننتج اكتر، نصنع اكتر. الانتاج الزراعي من اكتر الحاجات اللي مصر متميزه فيها، يعني احنا عندنا حصلات زراعيه كتير مشهوره بجودتها ومشهوره بامكانياتها في العالم كله. فاللي محتاجين ان احنا نعمله في مجال الاستثمار دوت ان احنا نهتم بتسويق المنتج ده في جميع انحاء العالم، وكمان خصوصا الفتره بتاعه كورونا اللي فاتت كان العالم ابتدى يتحول من شرق اسيا ويدور على بدائل، فاحنا طبعا كنا احسن بديل نقدر نصدر الحصلات الزراعيه بتاعتنا. العديد من الأزمات الاقتصادية يواجهها العالم، سواء التعافي من جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على الاستثمار والاقتصاد العالمي. ووسط كل تلك التحديات تسعى مصر للخروج من هذه الأزمات العالمية المتلاحقة بأكبر مكاسب اقتصادية واستثمارية ممكنة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. وفي سوق المال ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 14.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 945.7 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 14787 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2704 نقاط، صعد مؤشر EGX 100 بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3986 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و57 قرشا للشراء و24 جنيها و66 قرشا للبيع. أما اليورو فسجل 25 جنيها و78 قرشا للشراء و25 جنيها و88 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 29 جنيها و85 قرشا للشراء و29 جنيها و96 قرشا للبيع. أما على صعيد العملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و53 قرشا للشراء و6 جنيهات و55 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 6 جنيهات و53 قرشا للشراء و6 جنيهات و56 قرشا للبيع. قاد المؤشر السعودي انخفاضات في أغلب أسواق الخليج الكبرى، مسجلا أدنى مستوى منذ إبريل من العام الماضي مع تنامي المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي. وهبط المؤشر السعودي بنسبة 2.5% إلى أقل مستوى منذ إبريل عام 2021. وهبط المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.7% مع تراجع سهم أكبر بنوك البلاد. وفي دبي استقر المؤشر، وهبط المؤشر القطري بنسبة 1.3%. وفي البحرين تراجع المؤشر بنسبة 0.1%. نهاية أخبارنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام وإيمان، إليكما. شكرا لك ليلى عمر على هذا العرض.